ما زلنا مع الإنجازات مشاهدينا الكرام، ولكن هذه المرة مع المبارزة وبالتحديد مع يوسف الشبلون الذي حقق المركز الأول كذلك وذهبية بطولة كأس العالم بفئة السافر الستلايت والتي أقيمت في مقر اللجنة الأولمبية بالكويت. إنجاز الشبلون يمنحه 4 نقاط مهمة تقربه بصورة كبيرة من التأهل إلى أولمبياد باريس المقبلة في عام 2024. بعد أيام قليلة من تتويجه ببرونزية الأسياد، واصل بطل الكويت يوسف الشملان إنجازاته المميزة، وذلك بعد تحقيقه ذهبية بطولة كأس العالم للمبارزة بفئة السابر ساتلايت والتي أقيمت في مقر اللجنة الأولمبية الكويتية. بداية خير حلوة حق الموسم الجديد إن شاء الله، حق تأهيل نقاط تأهيل الأولمبياد، وإن شاء الله أن سوينا خطوة كبيرة الحين وجمعنا منها نقاط، وصارت نقاط الحين 48 نقطة. إن شاء الله البطولة الجاية بعد ناخذ الأول إن شاء الله ونحسمها إن شاء الله حق التأهل الأولمبياد. الشملان بهذا الإنجاز يكسب 4 نقاط مهمة تقربه بصورة كبيرة وتضعه على اعتاب التأهل إلى أولمبياد باريس 2024 المقبلة. إنجاز تاريخي جديد يقدمه لنا يوسف الشملان. طبعا هذا الإنجاز التاريخي، ليش أقول إنجاز تاريخي؟ لأنه فعلا ما حد بالستلايت بالكويت وللحين أنه حصل على ذهبية، اليوم أضاف 4 نقاط للتأهل لأولمبياد باريس. اليوم بدأنا خطوة الأولى وهي خطوة كبيرة، خطوة كبيرة للتأهل لأولمبياد باريس. فاليوم أنا أقول 4 نقاط هي فرقتنا بيننا وبين الهونغ كونغ، الحين 5.5 نقاط. نقول مبروك اليوم للكويت. تتويج مستحق كالعادة لبطل الكويت يوسف الشملان الذي لا زال يطمح بتحقيق المزيد من إنجازاته باسم لعبة المبارزة الكويتية. عادل النزي لتلفزيون دولة الكويت.